الفطر، فسيئة تصاحب يوما ولو كان من أيام العيد فإنها تفسده، وحسنة ترافق يوما من أيام الناس العادية في السنة كلها، هذه الحسنة وهذه الطاعة تجعلك فرحا مسرورا بين يدي الله سبحانه وعز وجل، لأنك أطعت المولى سبحانه وعز وجل فيه. ولا شك أن المسلم يبحث عن الأيام التي يطيع فيها الله سبحانه وعز وجل، عن الأيام التي يكون فيها أقرب إلى محراب العبودية، امتثالا لقول الحق سبحانه عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرت أن أطيع الله سبحانه عز وجل حياتي كلها، أن أجعل نفسي زفيرا وشهيقا لله وحده لا شريك له، أعبده أحبه أناجيه في كل زمان وفي كل مكان. وكم كنت وأنا أعبر كثيرا من الأجواء أحدث نفسي وأقول لله سبحانه وتعالى: سبحانك، سبحانك يا معبودا في كل مكان، ويا مذكورا في كل زمان، ويا محمودا بكل لسان، سبحانك يا عظيم الشان كل يوم أنت في شان. الله سبحانه عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الله سبحانه عز وجل هو الغني الحميد، ولكن نحن المحاويج، نحن الفقراء، نحن الذين إذا لم نجد فسحة فيه لعبادة قولية كانت أو فعلية أو قلبية، إذا لم نجد فسحة لهذه العبادة تضيق أنفسنا، كما قال الحق سبحانه عز وجل في شأن المخلفين: وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لأنه هم يريدون أن يتفجروا بالطاعة وبالخير، ولكن ضاقت أنفسهم وضاقت الأرض على رحابتها وضاق الأفق على رحابته. وسيدنا يونس عليه السلام لم يضق به بحر متموج، ولم تضق به ظلمة حوت التقمه، لم يأكله ولكن التقمه لقمة واحدة حتى يبقى حيا، لأن الله تعالى وجد في ذلك حكمة. لم يضق به هذا المكان ولا هذه الظلمة، ولكنه عبد الله فقال كلمة جعلته يتصدر منهجا يهيئ الأمم للنجاة من كل كرب، ونادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما أجل أن يكون المؤمن بهذا التواضع لله سبحانه وتعالى، أن يكون بهذا الإخبات لله سبحانه وتعالى، فيعيش عبدا لله سبحانه عز وجل، ليس مترصدا لكل فرح يجمع الأمة فيحاول بطريقة ما أن يفسده. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أطفال المدينة يترشقون بقطع من البطيخ، فكان يشارك معهم، وهذا شيء ما كان، يعني هذه لعبة كان يلعب بها الأطفال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم، وكان عليه الصلاة والسلام يجد الأطفال في محفل آخر في حي من أحياء المدينة، فيقف مع هؤلاء ويقول لهم: ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا، فيقول له الفريق الثاني: تعال ارمي معنا يا رسول الله، وهم يتنافسون. يعني لا تحتاج إلى نص شرعي، ولا تحتاج إلى فرح يفرحه الناس. ومما قرأته في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يزور وهو فتى صغير بني النجار قبل وفاة أمه، كان يدخل على بعض بساتين المدينة المنورة ويسبح
في حوض من أحواضه يسبح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء كان ما يعني شيء فطري لا يحتاج فيه إلى يعني إنسان طفل صغير يحتاج إلى اللعب يحتاج إلى، فكم هو جميل أن ينخرط الإنسان في أفراح الأمة، أن ينخرط في أفراح المجتمع، خاصة إذا كانت هذه الأفراح عبارة عن عادات وليست عبادات ولا معتقدات، هي عادات حسنة، عادات حسنة كما قال الإمام الشاطبي وهو سيد وكبير وعلماء الأصول، بأن العبادة هو تشريع ديني، عفوا البدعة هي تشريع ديني يضاهي المشروع مما شرعه الله سبحانه وعز وجل وبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، يضاهيه ويزيحه وينافسه، وسلوك المرء عليه يريد منه التعمق والتنطع في العبادة، إنسان يعني يكتشف أشياء جديدة وينسبها إلى الدين. إحنا عمرنا ولا نسب الناس فرح من أفراحهم العادية المعتادة، كما يفرح الإنسان مع أولاده في بيته فرحا عاديا، فرح بنجاح. قرينا في الفتوى أن المستفتي يفرح إذا وافقت فتوى المفتي هواه، المستفتي يجي حبي يسأل المستفتي يقول له أنا، يسأل الشيخ يقول له أريد أن أفعل مثلا الملف الفلاني في السكن، هو محتاج ويريد من ذلك الشيخ أن يفتيه بالجواز، هذا هواه يريد ذلك، أو يريد أن يفتيه الشيخ بإرجاع زوجته فيفتيه طبعا وفق الشرع، تقع الفتوى على هوى المستفتي فيفرح بها. العلماء قالوا جواز فرح المستفتي بالفتوى تقع موافقة لهواه، يخرج ينقز وفرحان. وحدث ذلك لسيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه، وفي البخاري لما اختصم الصحابة الثلاثة على في قصة ابنة سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، شهيد أحد، فلمن تكون هذه البنت في الكفالة؟ طلبها سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا جعفر والثالث نسيته. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بالحضانة لسيدنا جعفر، لأن زوجة جعفر هي خالة البنت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم، هنا يعني هذا الحديث الخالة أم أعطاها، فطفق جعفر أو جعل جعفر يحجل ينقز ويصرخ وكذا، هذا فرح، هذا ليس فيه نص من الحديث وفيه يعني شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا فرح عادي لا يحتاج إلى أن يفرح الإنسان وأن يرقص هذا الرقص المعبر عن، فهناك أشياء الحقيقة يعني تحتاج من المرء أن يوسعها على الناس، أن يوسعها على الناس. كثير منا يتعامل مع فرحة ابتهاج سرور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرح المؤمنون بنصر الله في غزوة خيبر وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرحتين، لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، والتزمه وقبله وحضنه، أشياء الحقيقة طبعا هذه أصبحت دينا لأنه شرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الجزائر لها أيام في ثورة التحرير تجعلنا نفاخر بها أيام الدنيا كلها أو كلها، نفاخر بها تواريخ الأمم كلها، أمم ليست لها تاريخ وتفتخر بتاريخها، وإحنا لما نجي نفتخر بتاريخ ونفتخر بمناسبة عظيمة نذكر فيها قتلانا ونذكر فيها شهداءنا ونذكر فيها إنجازاتنا، هذا مش عيب، هذا شيء يعني يشحذ الهمم ويعطي للناس يعني دفع جديد بعيدا عن ما شرعه الله سبحانه وعز وجل في العبادات. الشيء العبادي هذا يترك للشرع لا يترك لشيء آخر، ولكن هناك مناسبات أخرى تلتقي فيها الأسرة الجزائرية، تلتقي فيها المحلة الجزائرية، يلتقي فيها الحي الجزائري، الدشرة الجزائرية، المدينة الجزائرية، الوطن الجزائري، هذا الشيء يعني نبحث ما فيه من أعمال، إذا وجدنا فيها شيئا يخالف الشرع نمنعه، إذا لقينا فيه ذبح. أكتفي بهذا القدر متابعينا الأكارم.